معانا كمان تليفون مهم جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيد. مساء الفل كابتن هاني، حضرتك الف مبروك اهلا يا كابتن سيد. هاجي لك يا كابتن سيد، هاجي لك انا كمان. الاول مبروك على التتويج، ومبروك على البطوله ال 42 في دولاب بطولات النادي الاهلي. يا رب يا رب كده ان شاء الله نعمل دولاب جديد من السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ونوفق ان شاء الله حتى على المستوى الافريقي. بس خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن سيد، يمكن كان في تصريح اعتقد ايجابي جدا جدا من حضرتك ومن خلال النادي الاهلي على الازمه اللي حصلت امبارح في اثناء التتويج ما بين محمد فضل وكهربا. ورغم التصريحات الايجابيه والايجابيه جدا من خلالك طبعا في وسائل الاعلام، لكن فوجئنا بان محمد فضل بيقدم مذكره للجنه الانضباط في اللجنه الخماسيه، واللجنه دي كمان هتنعقد بكره لاتخاذ امر ما او عقوبه في حق كهرباء. راي حضرتك؟ طيب بص، يمكن احنا ترفعنا بشكل كبير، وانا قلت الكلام ده دلوقتي وبعيده لان هي دي الحقيقه، يعني ترفعنا بشكل كويس قوي 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 بشكل هايل جدا في الموضوع دوت، وقلنا ان ده احتفاليه وتتويج وفرحه، فمش عايزين نكترها او حتى نلمس عليها باي حاجه يبقى فيها نوع من تعكير الصفو يعني. وخصوصا كمان انها جايه في من واحد شغال في الاهلي دلوقتي اللي هو كهرباء، او بيلعب في الاهلي دلوقتي كهرباء، وما بين كابتن محمد فضل اللي واحد من ولاد النادي. صحيح هو بيمثل اتحاد الكره في الوقت الحالي، طبعا مش عايز اقول كده انه بقى فيه انتماء يعني للاهلي بشكل صارح يعني، لان هو في الاول والاخر الراجل طبعا يعني مسؤول وبيبقى فيه حياديه، لكن في النهايه ترفعنا بالامر ده على اساس ان الامر يبقى بالنسبه لنا يعني في اطار فرحه في وسط فرحه، فاحنا ما نبقاش سبب او جزء منها يعني. اوكي؟ صحيح. لما عملنا الموضوع ده عملناه واحنا بنحترم المنظومه ككل، بنحترم المنظومه اتحاد الكوره، اثنين عليهم كمان في اثناء الكلام النهارده، وحتى لما كنت موجود في اتحاد الكوره من كام يوم في تجميع مديرين الكوره او المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين لرؤيه مقترح السنه الجايه. كمان احنا لما اشرنا ده في احترام للمنظومه ككل، الاحترام ده لازم يكون متبادل. طب الاحترام ده مع كل المنظومه ككل، ما بين طرف وطرف ثاني لا، الاحترام ده لازم يبقى، انا بحترمك جدا فلازم تحترمني جدا. ولو حد بيمثل شيء، طب ما هو كهربا بيمثل النادي الاهلي، لو حد بيمثل اتحاد الكوره في الوقت ده في اللحظه دي، طب ما هو كهربا او اي حد لابس تيشيرت النادي الاهلي او حاجه مكتوب عليها لوجو النادي الاهلي، فده بيمثل النادي الاهلي في نفس الوقت. وبعدين احنا لو احنا بنتكلم في اطار توضيح للناس جدا، لا احنا ما عندناش حاجه نخجل منها كابتن. وانت متخيل حاجه لو احنا، انت متخيله لو احنا عندنا حاجه فيها ادانه لاي حد في الكوره في اللعيبه ولا اللي موجودين، احنا هنتستر عليها، احنا اللي بنقول حاجه حتى لو ما كانتش باينه في كابتن سيد. هل في تواصل حصل ما بينك وما بين محمد فضل بخصوص الموضوع ده؟ انه يعني الاحتفال كان بروتوكولي وكل حاجه، لكن الانسانيات دي برضو يعني كانت طاغيه على اللعيبه، وده شيء خارج عن ارادتهم، ده في الاول وفي الاخر زميلهم، وفي الاخر والاول والاخر كان جيلهم وكلهم مع بعض، يعني علاقه طيبه جدا، وده ملاحظ قوي. كلمت محمد فضل قلت له كده يعني، خاصه الموقف الواضح جدا من النادي الاهلي من خلالك اللي هو وحتى هكمل لك بس الواقع عشان الناس تبقى عارفه كويس قوي مدى اهميه الاحاديث عندنا او الاحداث عندنا. من غير ما حد يقول لنا حاجه ولا يوجهنا لحاجه، احنا بنحسنا لما بيكون في حاجه احنا بنطلع نقولها. يعني انا بعد اللقاء مباشره كلمت كابتن محمد الخطيب على الواقعه دي، تمام؟ لو في حاجه حصلت شوفها، ولو في اي حاجه حتى لو علينا ناخد قرار على طول، ما فيهاش نقاش ولا جدال. انا شفت الموضوع من باب الامانه والله العظيم اكتر من 16 14 مره، شفتها اكتر من 12 14 مره اللقطه دي، اللقطه شفتها اكتر من 12 14 مره. احنا شفنا حاجه يعني، شفتها عشان ما يبقاش في حاجه معينه. انا مش ممكن حد هيوجهني ان انا اعاقب لعيب عندي عشان انا مذكور في المنظومه ككل، واكتر مني رئيس النادي لما قال لي الكلام ده، لو عندك حاجه، لو في اي حاجه للولد ده يبقى في حاجه بالنسبه له لازم يتعاقب. لو مفيش حاجه خلاص، لو مفيش حاجه انت هتوجهني، انت عايز يعني مثلا انا اعاقب لاعب على حد ماسك ايده او بيزقه او عايز يدفعه مثلا؟ يعني احنا بنتكلم في ايه؟ طب ما انا جبت كهرباء بعد يعني بعد ما الحدث ده خلص، اتكلمت مع كهرباء وحكى لي الموضوع كله من اوله لاخره، وانا مش مكسوف ان انا احكيه على الهواء.
الموضوع بدأ ان الراجل محمود كهربا سلم على مؤمن وما سلمش على كابتن فاضل. بس الموضوع بدأ من هنا، ان انت بتسلم على واحد ما سلمش نسيت ايا كان، مش ده يبقى النتيجه رده الفعل على طول ان انا ادفعك او ازقك. وبعدين انا لما اروح لجنه الانضباط يا استاذ اسهاب يا كابتن هادي يا كابتن رامي، لما اروح لجنه الانضباط مش هاخد بشريط اللقاء؟ اكيد اكيد طبعا، هو هيرجع له شريط اللقاء نفسه اكيد. حضرتك محمود كهربا مقدم مذكره للاحداث اللي حصلت والشؤون القانونيه عندنا، هتاخدها تقدم تمام يعني لجنه الانضباط في الاحداث مظبوط على كل الناس على مرمى ومسمع من كل الناس. ولما هاجي اقول حاجه مش ممكن مصر كلها يا كابتن هاني، مصر كلها شايفه حاجه وهتطلع لي بقرار ثاني، تبقى كارثه. لا انا بايدك تماما يا كابتن سيد، وخاصه انت بتقول جزئيه العمليه ما بتغيبش عنها، يعني مصر كلها شايفه حاجه، شايفه حاجه معينه في شريط فيديو أيوه. تمام، شريط فيديو موجود او شريط المباراه كانت لسه المباراه يعني منقوله على الهواء اوكي، ويتخذ قرار ثاني خالص. وبعدين انا لما هتقدم مذكره في لجنه الانضباط، احنا كمان هتقدم مذكره عن طريق اللاعب بتاعنا في لجنه الانضباط، وهترجع لحاجتين، الحاجه الاولى شروط اللقاء، الحاجة الثانية الناس اللي موجودة شهود، الناس اللي موجودة شهود. فاحنا مش كنا ما كناش هنتصدر على حاجة لو كهرباء عاملها اوكي، انا ماليش علاقة بأحداث سابقة فبناء عليها هتاخد فيها قرار، انا بتكلم على الموضوع ده اللقطة دي. وانا من واجبي يعني احنا ترفعنا ان احنا نتكلم على حاجة مثلا ممكن يبقى فيها يعني قرار معاكسي اصلا عشان نحافظ على اليوم الجميل ده، لكن لو في حقوق يبقى حق الكهرباء ده اللي يتجاب اصلا. يعني لو في حقوق ترجع يبقى حق الكهرباء ده اللي اتجاب اصلا. اوكي؟ الحاجه الثانيه والاهم، احنا بس عشان بنفتكر كويس قوي احداثنا في مباراه السوبر يا كابتن هاني، والاحداث اللي كهرباء خد عليها صحيح وقت في اخر الموسم، وبعدين تم تخفيض العقوبه لحد 10 مباريات لو تتذكر. انا معاك. كان السبب الرئيسي ما فيش فيديو بيدين كهرباء، ما فيش فيديوهات بيدين كهرباء غير ان اللي كانوا موجودين في المباراه قالوا ان هو السبب في اشتعال الازمه، ده مظبوط؟ انا عايز اعرف مين السبب في اشتعال الازمه بتاعت امبارح دي، يعني مين السبب؟ لو انت بنفس النهج تمام ولجنه الانضباط خدت القرار بتاعها ان ده في قرارها حسيات القرار، حسيات القرار اول حاجه كده مكتوبه ان ده كان السبب في اشتعال الازمه اوكي. طب احداث الامس دي مين السبب في اشتعال الازمه؟ يا جماعه مش هينفع كده، يعني مش هتنفع حاجه، او احنا بالنسبه لنا هنيجي على العيب عندنا عشان ارضي حد؟ مش هينفع. احنا عقدنا كهرباء مليون جنيه وما اتكسفناش وقلنا ان هو اخطا. ده صحيح، ده صحيح. ولما بيجي الكبير والصغير يخطا بنطلع نقول عقوبه كذا وعقوبه كذا وعقوبه كذا، فمش هنسمح لحد في النادي يتطاول على حد واحنا شايفينه بعينينا تمام ومش هنعاقبه. لكن كمان لما نترفع عن شيء لحيثيات عندنا او لاسباب عندنا، انت كمان لازم تقدرها وتحترمها. انت كنت منتظر يا كابتن سيد، انت حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انت اولا الكابتن الخطيب قال لك يا سيد شوف لو الموضوع فعلا اللعيب يتعاقب هيتعاقب. الجزء الثاني كلنا شفنا وكلنا ومصر كلها شافت الفيديوهات ان محمود كهربا رد فعل الاول، انا في رايي يعني مش عايز اقول رايي، لكن الجزء الثاني والاهم انا مش عايزك تقول رايك يا كابتن هاني، معلش انا بقطعك، انا مش عايزك تقول رايك، احنا نعرضها على الهواء في التحرير ولا حاجه والناس تقول مظبوط الواقعه دي مظبوط ومحدش يقطعها تمام. اثنين يعني لو في لفظ قاله كهربا ولا حاجه، اي حد سمعه او كابتن محمد فضل سمعه يقول قال ايه، يقول لنا قال ايه بس. لكن انا كمان مش ممكن هعاقب لعيب اتفرج عليها 12 14 مره من اوله لاخر والناس تبعت لك بزوايا مختلفه، محتاج كل ده على فكره. لا طبعا اكيد مظبوط، محدش هيوجهنا ان احنا دورنا اصلا نحمي لعيبتنا، احنا دورنا بنحمي لعيبتنا وبنحمي نادينا وبنحمي حاجه، لكن لما كمان بيبقى في غلط احنا اول ناس بتطلع تعاقب ده، حتى لو هنتضر فنيا فانا لجنه الانضباط يعني بنقدرها وبنحترمها ولها قيمتها ومكانتها، لكن لما حصل في احداث السوبر كده تمام، حصل في عدد الصوره كانت من حيثيات وقف الكهرباء ان هو المتسبب في الازمه. اوكي؟ احنا عايزين نعرف مين اللي كان متسبب امبارح في ازمه امبارح. اثنين اوكي؟ اثنين شريط المباراه موجود الحمد لله رب العالمين انها ما اتقطعتش، والا كانت هتبقى مشكله كبيره يعني.
مشكله كبيره. ثلاثه انا مش يعني انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا مش شايف، لا بالنسبه لي انا يمكن مصر شايفه حاجه ثانيه، يعني الناس في مصر بتتفرج على الفيديو شايفه ان كهربا مثلا يعني غلط ولا حاجه دي، لكن بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي لو كان في عقوبه كنا هناخدها، لكن بالنسبه لنا كلنا مفيش اي حاجه على الراجل ده. اربعه بكره الصبح بناء على مذكره تقدم فيها كهربا ليا شرح فيها الاحداث كلها مع الشؤون القانونيه عندنا، هنتقدم احنا كمان بلجنه او بمذكره للجنه الانضباط تمام بس، ونقص فيها تماما. ودي كانت رغبه كابتن محمد فاطر، المخطئ يحق، المخطئ اسف ياخد جزاء. يعني الامر كله معروض حاليا في على لجنه الانضباط او سيتم عرضها على لجنه الانضباط يا كابتن سيد؟ احنا ترفعنا يا استاذ نعم. ده بالعكس احنا كنا مش حابين نعمل حاجه تعكر الصف والموضوع، لكن مش ممكن ابدا، مش ممكن اجي انا يعني بعصر بعيد عندي ما عملش حاجه اصلا خالص. ومع احترامي الكامل احترامي وبنقدر كل المنظومه في اتحاد الكوره وكل المنظومه الرياضيه كلنا بنقدرها اوكي، لكن صح. لو واحد بيمثل نادي مثلا نادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد او نادي الزمالك او اي نادي، او واحد بيمثل اي حد بيمثل اتحاد الكوره، فاللي موجود في الملعب ده بيمثل النادي الاهلي. صحيح. لما تتعامل مع حد في اتحاد الكوره انه بيمثل اتحاد الكوره، عليك ان تتعامل مع اللاعب لابس لوجو النادي الاهلي ده ان هو بيمثل النادي الاهلي. فالتعامل لازم يكون محترم، زي ما انا بحترمك جدا وبقدرك، انت كمان نختلف نتفق ده جزء ثاني، نختلف في الفكر، نختلف في الاسلوب، نختلف في الاداره، نختلف في الكلام، لكن ما نختلفش ابدا في الاحترام. ما نختلفش ابدا بالدفع ولا الدق ولا الشد، ما ينفعش. ده حقيقي يا كابتن سيد، طبعا اولا بنشكرك على التوضيح، وواضح جدا ان طبعا النادي الاهلي كان بيحاول بقدر الامكان زي ما انت بتقول ان الموضوع بيتلم بشكل ودي واحنا مقدرين والمنظومه كلها تعدي والامور تعدي بسلام، لكن طبعا قدوم محمد فضل ل يعني الدعوه للجنه العقوبات او انه في عقوبه على كهرباء اتحرك النادي الاهلي سريعا وقال خلاص طالما الموضوع كده احنا كمان عندنا ورقنا وعندنا شهاداتنا والامور هتبقى ان شاء الله واضحه للجنه الانضباط بشكل كبير جدا. انا اسف بس انا اقول الحته قبل ما اختم معاك، الموضوع كمان مش محتاج ورق، هي طالما حاجات قانونيه فهتحتاج اللي حضرتك بتقول ايه ده، لكن ده محتاج فيديو. الفيديو قدامنا اهو يا كابتن سيد. نتكلم الصوره بتقول، خلينا الصوره تقول لنا حاجه تمام، لكن لما يطلع حاجه عكس الصوره ديت لا تبقى مشكله كبيره قوي الصراحه، لما تطلع حاجه عكس الصوره دي هتبقى مشكله كبيره. الفيديو قدام المشاهدين وهم برضو ليهم الحكم في الاول وفي الاخر، لان دي يعني دي مصوره والناس الحقيقه على السوشيال ميديا امبارح برضو الحقيقه يعني يمكن تعاطفت بشكل كبير جدا مع اللاعب. احنا من هنا مش بنتكلم عن لاعب في النادي الاهلي بندافع عنه خلاص، لا يعني انت النهارده زي ما انت قلت دلوقتي كابتن سيد اللقطه متصوره ويمكن حتى فعلا متصوره من كذا زاويه، ولجنه الانضباط هي اللي هتقرر وتشوف من المخطئ، لان الموضوع زي ما انت قلت كابتن هو الموضوع باين وواضح يعني وضوح الشمس، مش احنا اللي هنتكلم او حضرتك اللي هتقول، لا الفيديو قدامنا والصور قدامنا وهتروح لجنه الانضباط والانضباط يعني هي اللي تشوف الصوره. اتفضل. انت ليك مكانتك الكبيره جدا في النادي الاهلي وعارف تاريخ النادي الاهلي بشكل كويس، اتحداك ان لو في حتى تعاطف جماهيري او لعيب نجم بنقدره وبنحترمه وبنتعامل معاه بنجوميته، بس لو في خطا انت ما بتعملش حساب رد فعل الجمهور، انت بتتعامل مع الخطا. صح تمام. بتتعامل مع الخطا مظبوط ولا مش مظبوط؟ الامثله بقى كده كتير جدا. ثق تماما ان لو في اي مشكله حصلت من اي لاعب اسم ايه بقى مش فارقه معانا. حصلت مشكله مع لاعب اوكي؟ انت بتتعامل مع الخطا ده وبتقدره بالموقف ده بالحدث ده وبياخد العقوبه اللي هي يعني تتناسب مع الحدث. اسم اللاعب ايه؟ مش عايز اقول مش فارقه معايا، لا طبعا. لا طبعا مش فارقه معايا كنظام فرقه. كنظام فرقه. فمش عشان في رد فعل او في حاجه عند اللاعب ده او له نجوميه كبيره، لا انا اسم النادي اكبر. لكن لو في حقوق ترجع الحق ده حق كهربا لازم يرجع. انا ما شفتش في حياتي يعني كان في موسم 2002 او 2003 وقائع شديده جدا، في حد ما سلمش على حد على المنصه في موسم 2000 ولا 2003 تمام؟ مش معنى كده ان انا ادفعك دقيق في ايدك، مفيش كده في الحياه خالص. فلو في حقوق ترجع بقى يعني في لجنه الانضباط بنقدرها وبنحترمها، وكمان
واثقين فيها بشكل كبير جدا، تاخد بشريط اللقاء لو في شهود، الشهود موجوده، مش يعني مش هنكذب على اخر الزمن يعني، اوكي؟ لكن احنا ترفعنا عن الموضوع وقلنا يعني كابتن محمد صلاح واحد من ولاد النادي، وكمان ما فيش مشكله ان احنا نعكر صف الفرحه ولا نعمل الموضوع بشكل كبير ولا حاجه، لكن كمان يعني كمان يعني الولد عنده حق وكمان يتعاقب. ده انهي قانون ده؟ لا اكيد النادي الاهلي بياخد حق اولاده، زي ما النادي الاهلي كمان لما بيشوف لما يكون شوف اولاده بيغلطوا، اكيد النادي الاهلي اول واحد كمان بيقف ضد يعني وبيقف ضد الغلط وبيطلع عقوبات وفي نفس اللاين وفي نفس الخط. لو النادي الاهلي شايف ان في حق من حقوق اولاده هتضيع، لا النادي الاهلي بيقف وبيقف بقوه كبيره جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله، ونقول لك مبروك، ما حدش هيعكر صفونا، واحنا فرحانين ومبسوطين بالدوري 42 ومنتظرين كمان التاسع ان شاء الله. كابتن سيد